أنا هو سبوي الشرير، وأنا راح أدمر كل القطارات اللي في هذا العالم. القطار اللي بداخله البريء، الشخص البريء راح أقتله، والقطار تبع البريء راح أدمر القطار. أنا كنت سبوي طيب، لكن إجتني لعنة الأشرار، صرت شرير. كنت مثل هيك بالقبل وصرت مثل هيك. اطلعوا كيف اسناني، اطلعوا كيف عيوني، اطلعوا كيف الخوذة تبعتي والجروح اللي موجودة على يدي. انا خطير على العالم، وهذا اللي انت شايفين القطار اللي بيحبوا الاطفال واللي بيحبوا جميع البشر. انا راح ادمر كل القطارات اللي في هذا العالم، وفقط راح اخلي القطار اللي انا بدي اياه واللي انا راح استعمله. يلا يلا، مثل ما انت شايفين هذه هي الجزيرة الرائعة تبعتي، وهذول هم البلوكات الصفراء الرائعات الملطخات بالدماء. انا الان راح اوصل طريق من جزيرتي الى الجزر الثانية عشان بدي اشوف شو فيها واكل البشر. انا بحب اني اكل البشر. يلا يلا يا سبوي الشرير، وصل طريق وصل طريق. سبوي الشرير بتشكر جميع المتابعين وبحكي لهم شكرا لكم كثير كثير لانكم وصلتوا هاي القناة. 600,000 مشترك، كله هذا بفضلكم يا اساطير. يلا خلينا اوصل انا طريق مثل هيك ومثل هيك. لا تنسوا انكم تشتركوا في القناة. مفكرين سبوي يعني خلص ما بده كمان مشتركين؟ الجميع يشترك عشان نوصل 700,000 مشترك باسرع وقت. يلا وصل وصل. لمين هاي الجزيرة؟ خلينا اشوف مين هذا. لا 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 لا، واو، هيني بدي افتح التلفاز وبدي اشاهد فيلم سوبرمان البطل الاسطوري، خارق ومدمر، بقتل كل الاشرار. لا 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 لا، توقف، تحرك تتحرك، راح 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 اطعنك في السكينة. يا ويلي، مين انت؟ ليش هيك شكلك وليش هيك عيونك مخيفات جدا جدا؟ انا هو سبوي، بتحرك حركة راح ادخل السكينة في حلقك وراح اموتك. هاي ارجع لورا، ارجع لورا. هاي انت شكلك ما بتعرف مين انا. انا هو سوبرمان، وانت مرق علي كثير مثلك، وانا ما راح اتأثر بشكلك هذا. ايه يا ويلي، مفكرني مثل الاشرار الثانيين؟ انا هو سبوي، انا بلطخ ايدي بالدماء، بدمر العالم تدمير، وانا راح ادمرك. خذ لك هاي، خذ لك هاي، خذ لك هاي، خذ لك هاي. انا هو سوبرمان كمان، واذا انت شرير قوي انا بطل قوي. تعال لهون. يا ويلي، المشكله الان اذا طيرته راح يرجع يطير باجنحته مثل ما انت شايفين. بوم بوم، شوف شوف، بقدر اتسلق كمان. وبا، خد لك هاي. يا ويلي، ما بقدر اني اوقعه، بدي اجرب اني اوقعه، بدي اشوف شو راح يصير. معقول انه يوقع ويطير ويموت ولا ايش؟ شو اللي راح يصير؟ وبا، خد لك هاي. اوه، راح اجيك وراح اجيك، انت فكرني راح اوقع. طلعوا. يا ويلي، شو هذا؟ طلعت دماغ تبعته قوية. يا ويلي، تعال لهون. وانا مش راح اوقع، انا اذا عندي قدرات خارقة ضد الوقع، انا ما بقدر اني اموت من الوقع. انت يا شرير، يلا خد لك هاي. ما راح تموت وانا ما راح اموت، لانه انت سبوي معروف انه انت عندك ارواح كثيرة، اذا مت بتستخدم المفتاح تبعك وبترجع من مكان ما مت، فانت مستحيل انك تموت. وانا ما بموت لانه انا هو سوبرمان، ولكنه احنا انت جيتنا على الجزيرة هاي، وانا اليوم كان صباحي لسه ما شفت ايش بالجزر الجديدة. اذا وصلنا وكنت انا الافضل، انت لازم تخسر، واذا انت كنت الافضل جزرك انا راح اخسر. هل انت موافق؟ انا موافق، وانا متاكد انه جزري افضل من جزرك يا سوبرمان الغبي. ان المشكله ما بقدر اقتلك، انا لو ان بقدر اقتلك كان قتلتك وما سويت هذا الشغل. وانا كمان، يلا وانا كمان، يلا بدنا نشوف مين الافضل، جزري ولا جزرك. اوه، شو هاي السرعه؟ سريع سريع. نعم، شو هذا؟ سيارة الاسطورية، سيارة سوبرمان.
واو شو هذا؟ علامة سوبرمان وسيارة سوبرمان نوعها فيراري سوبرمان مش حلوة أحمر مش حلوة داخلها باللون الأزرق. هذه السيارة أسطورية، إحنا لسه ما شفنا إيش عندك أنت. يا ويلي مش حلوة بالمرة بالمرة مش حلوة مش حلوة. ها اطلع اطلع على هذه السيارة، نوعها فيراري من أغلى السيارات بالعالم. يا سوبرمان هذه السيارة أسطورية. هي يا سوبرمان أنا متأكد إنه يعني الإشي المركبة تبعتي راح تكون أفضل منك بمليون مرة، وجزري راح تكون أفضل من جزرك. أنا متوقع إنه في الجزيرة القادمة إني ألاقي قطار عملاق جميل أسطوري، واللي بفائز راح يركب مع الثاني. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا. تعال تعال افرجيك، اطلع الجزيرة تبعتي، وهذا هو اللي ازر. بقعد هون وبنام في هذا المكان مثل هيك علشان اخذ الطاقة واتحمل جميع الظروف والصعوبات مثل ما انت شايف. يا حلولو يا حلولو يا ويلي انا بنحرك من الليزر هاد. تعال شوف جزيرتك، شو هذا المكان؟ جزيرة سبوي الشرير، هذا دماء البشر. بس انا لو بقدر اقتلك كان من زمان قتلتك، لانه انا بكرهك جدا جدا. شوف كيف انت كنت سبوي طيب ورائع والجميع بحبك، كنت تساعد الناس، وصرت انت شرير والكل بكرهك. عادي، المهم اني انا استمتع واقتل جميع البشر اللي بدي اياهم واشرب دمائهم. وانا صدقني راح اشرب دمائك وراح اشرب دماء رقبتك. يلا خلينا نشوف جزيرتي. يلا بدنا نشوف الجزيرة تبعتك ونعرف مين أفضل يا سبوي الشرير. الفائز وجزيرته أفضل رح يروح مع يعني رح يركب الأفضل مع المش أفضل. ماشي يلا ماشي يلا يلا بدنا نشوف إيش رح يصير معنا. أنا يلا يا سبوي متوقع إن أشوف جزيرة اللي رايح عليها قطار عملاق جميل جدا جدا. يلا نعم. يلا لأنه أنت هو سبوي. شو هذا؟ قطارات صغيرة جدا تبع شو هذا؟ تبع بيبي. طلع 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 شو هذا القرف؟ شوف يا ويلي مش حلوة بالمرة بالمرة. يا ويلي يعني أنا خسرت بالتحدي وراح أصير أرجع طيب يعني. نعم نعم اتفرج اتفرج، انت ضعيف جدا جدا وانت ضعيف وما راح تقدر. شوف 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 فادي العرباية تبعتك مع قرفة مقرفة جدا. خلاص. وشوف السيارة تبعتي بقعد بداخلها وبطير فيها، بدك تجرب تشوف. خلاص طلع انا طلع. لاني صرت طيب راح اصير طيب. أوه. يا سلام هيني انا صرت سبوي طيب لانه تحداني وهو فاز علي. يا سلام نعم. واو بطير سوبرمان. نعم هذه هي سيارة سوبرمان مثل ما انت شايف. شوف شوف طلع شوف طلع. بتطير فوق المنازل بتحلق في كل مكان. والله حلوة كتير. الله يبارك نعم. لك شكرا شكرا الله يطلحرك البركة. وتعال شوف تعال شوف انا وياك هينا ركبنا في هذه السيارة، ولانه انت كنت طيب ما رح ترجع لحياة القطارات ومش رح ارجع على جزيرتي. انا كمان رح اوديك الى منزل جديد. هذا المنزل منزلك الجديد. هدية؟ والله انا بحب الهدايا. هي هذا منزلي. منزلي شو بدكوا فيه؟ هي بقول لك هذا منزل سبوي جديد وهو راح ياخده. لا لا ما بدي، هذا المنزل تبعي. كيف يعني بدك تعطيه المنزل تبعي؟ روح من هون بلاش اطلب لك الشرطة. هي بقول لك انا سوبرمان وانا بعمل اللي بدي اياه. لا لا ما بدك ما بدك تعطيه هذا البيت، هذا البيت تبعي. هي هي اشتغل شغلك. لف وجهك لف وجهك بخجل. خذ لك هاي خذ لك خذ لك خذ لك خذ لك خذ لك خذ لك. يلا انقلع 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 من وجهي. يا ويلي هي اعطاني اعطاني يا صديقي. خلص خذوا خذوا الله لا يوفقك ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا المنزل منزلك من الان وطالع، وهذا المكان رح تعيش فيه علشان تكون طيب انا وياك يا سبوي والبقره الضاحكه. يا سلام والله بقره ضاحكه اسطوريه، رح نحلبها ونجيب الحليب
قريب وجلسات وناس تطلع. واو واو، تعال تعال نسبح في هذا المكان الأسطوري، عندك بركة حلوة كتير كتير، راح تنظف حالك من وراها وتنظف الدماء اللي كنت انت تقتل فيها الناس لأنه انت كنت شرير. نعم نعم يا سلام، يلا نظف لحالك. نظف حالي، يا سلام ويا سلام، أصدقاء إلى الأبد.